قسم الاخبار من القسم الفرنسي والقسم الانجليزي ومن نوفل وايضا نور عقل موجودين برا لحتى يعملوا تحدي الايس باكيت تشالنج. رح ننتقل لعندهم اكيد لدعم مرضى للاس. خلص 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 ليومنا شوي ليومنا. لا في ما حيجيني ما تخافي. قد ايه هول 2 كيلوز؟ قولوا لمين طيب يلا. إن لما هلو ايم يمنى نوفل فروم ذا انجلش نيوز ونور عائل. انا نور عائل من نشرة الاخبار بالفرنساوي. نحن اليوم هون لندعم نديم زهار وكل الناس يلي عم بيعانوا من هيدا المرض الاي ال اس. وانا رشحني شربل عبود شربل تشالنج اكسبتد وبدي رشح هاجس انه انا ما عرفت مين رشحني بس تشالنج اكسبتد وانا بدي رشح غداء مجذوب. يو هاف 24 hours تيك توك اند we're here مثل ما قالت نور to support نديم زهار with ALS disease known as Lou Gehrig's disease. قد ما نجحت هيدي الحملة صار عندها صفحة على الويكيبيديا للي ما بيعرفوا الايس باكيت تشالنج صار عندها صفحة على الويكيبيديا so check it out. وغير هيك نشكر الله انه درجة الحرارة اليوم 35 درجة so بنبورد شوي حنقدر نبورد شوي. ready? yes shall we wait go wait we're gonna go at 3 we're gonna ليه بدك اياها ready? على 3 1 2 I'm ready. Thank you. 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 Thank you.